أنا أول إشي بحب أول أشكركم على إنكم تفضلتوا عنا بزيارتنا عشان تستضيفونا. بحب أحكي لكم كل عام بخير، بشكر كل عاملين في قناة رؤية، وعن جد قناة رائعة إحنا بنحبها كتير كتير. وبحب أنا طبعا فقرة المطبخ، بحب فقرة فقرة المطبخ، وبحب شو اسمه الفن، وبحب التغذية، فقرة التغذية كتير حلوة. طب أكتر مذيعة بتحبيها بدنيا دي؟ كلهم حلوين وبحبهم ورائعين ومميزين، كل واحدة إلها شغلة يعني بتميزها. بس أكتر إشي أنا يعني شفت رندا عازر. رندا عازر. عازر وشفتها يعني وحكيت معها وما شاء الله عليها، كتير حبابة. بالنسبة لك مين أكتر مذيعة بتحبيها؟ كلهم أوامير، كلنا بنحبهم. الله عليهم. أكتر إشي يعني بنحبهم برضو عزار، هاي أختين. ما شاء الله عليكم كلكم، ما شاء الله في رؤية، قناة رؤية كتير مميزة وإحنا بنحبها، ودائما أنا أختي منتابع يعني باستمرار، خصوصا مطبخ رؤية وبرنامج اللي بيجي كرفان، هذا أنا متابعته وبحبه بردان بالليل. كله عشان والله شاب كيفك؟ هلا شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. كيفك؟ شو أخباركم؟ شو هي صاحبتي لما؟ أنا ما بوصل. كيفك؟ شو أخباركم؟ يلا مرحبا، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ أهلا مرحبا، كيفك؟ شو أخبارك؟ شو هالحلو هذا الأدو غلبي؟ كيفك ألين؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ مرحبا، هلا كيفك يا حلوة أنت؟ صاحبتي هاي، صاحبتي يا حبيبي، هاي تعالي. كيفك حبيبتي؟ كيفك يا زهور؟ هذا عن جد زهور معدلة، مش بس لما تحكينا. كيفك انت؟ شكرا حبيبتي، اشتقت لك انا. شو هالحلو، حطه حمرة كمان. ازكى، متجنن متجنن. كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. كيفكم؟ عرفوني انتو صحباتها لزهور؟ انا بنت اختها. اهلا وسهلا. واختك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عندها هوايات كثيره يعني. لا هاي وزيره الاعلام القادمه بال2020 تترقبوا. لا هي بتكون مذيعه، لا انت وزيره اعلام على طول يعني. جريئه. لا بتعرفي بعدين كلها ذوق يعني، جوابها على راس لسانها بس كله ذوق وادب، لانه بتلاقي احيان بنات هيك واصلين من حالهم بس ما بيكونوا بادب يعني، فهي بتجمع التنين. والله واهلين يا زهور، عن جد انبسطت اني زرتكم. والله احنا انبسطنا كثير.